أنا سعيدة إن يمكن كمان ملف السباحة بالذات سياسة مجلس إدارة في الأول إن إحنا ما نتدخلش تنفيذياً، لكن أنا بصراحة السنة دي أو يعني السنة دي حابة إن أنا أتواجد أكتر مع السباحين، لأن ده مكاني وده المكان اللي أنا المية اللي أنا اسمي اتعمل فيها، هو حمام النادي الأهلي اللي اتمرنت فيه. السباحين دول ليهم حق ان انا ادي لهم خبرتي، تستفيد يستفادوا فبالتالي من خبرتك. صحيح. بالظبط مش كعضو مجلس اداره، كرانيا السباحه اللي وصلت لمستوى معين وعايزاهم يوصلوا طب ده لمستوى شيء جيد، ده شيء احسن جيد، منه. اعتقد ده شيء فانا ايجابي جدا. اتمنى السنه اللي فاضله دي ان شاء الله، طبعا يعني بعتذر لهم ان ال3 سنين اللي فاتوا كانوا اهتماماتنا وشغلنا حاجه تانية، لكن جوه مجلس الاداره كان طبعا كل الدعم للجهاز الفني والجهاز الإداري للسباحة، كل الدعم للسباحين. وحابة يعني ممكن أتكلم عن السباحين، دايما نتكلم عن طبعا الكورة، هنتكلم عنه ملف كبير لأن أنت ماسكاه من أوله لآخره. هو مش ماسكاه لوحدي، كلنا طبعا أكيد طبعا، لكن بس لأن إحنا ما عندناش تخصصات بنمسكها. هو الكابتن كان حابب إن إحنا كلنا نركز جوه مجلس الإدارة وما نركزش في الحاجات التنفيذية، عشان كده لما بقول أنا حابة أكون قريبة من السباحين وحابة أديهم خبرتي مش كعضو مجلس إدارة. ده محور هنتطرق ليه.